سنخصص اليوم إن شاء الله هذه الحصة لدرس المؤلفات، ويتعلق الأمر بالمؤلف المسرحي ابن الرومي في مدن الصفيح. طبعا سنخصص كما قلت هذه الحصة للمؤلف، وسنشتغل فيها على كما تلاحظون معي على البعد النفسي وأيضا البعد الاجتماعي في هذا المؤلف المسرحي. فإذا قبل أن نشرع في الاشتغال على هذين المحورين، لا بد أن نذكر بما مر في الحصص الماضية أو ما تطرقتم إليه في الحصص الماضية. إذا أمامكم هذه الخطاط عفوا التي سنعمل فيها على يعني تذكير ما سبقت دراسته. تعلمون معي بأننا في المؤلفات بصفة عامة نشتغل وفق منهجية يعني نطبق فيها ما يسمى في علم السرديات. طبعا افتح قوس، علم السرديات هو العلم الذي يهتم بدراسة السرد، كل ما يدخل في إطار القصة والرواية والمسرح. قلت سنشتغل فيها بمنهجية وفقا للمنظورات الست، وهذه المنظورات الست طبعا بعدما يعني نجري قراءة توجيهية للمؤلف بصفة عامة، نشتغل فيها على الجوانب المتعلقة بالعتبات النصية أو ما يسمى بالنصوص الموازية، ما يوجد على واجهة المؤلف من عنوان ومن يعني اسم الكاتب ودار النشر والصورة إن وجدت وما إلى غير ذلك. إذا قلت بعد هذه القراءة التوجيهية نمر إلى القراءة التحليلية التي اشتغلنا فيها في الحصص الماضية على المنظورات. وبدأنا بأول منظور الذي هو ما يسمى بتتبع الحدث. إذا في الحصة أول حصة من مراحل القراءة التحليلية التي تأتي بعد القراءة التركيبية، نشتغل على ما يسمى بمنظور تتبع الحدث. وتعلمون معي بأن المؤلف المسرحي يتكون في يعني مضمونه يتكون من مجموعة من الأحداث. هذه الأحداث عند الحديث عنها وعند الاشتغال عليها نسميها بجرد المثل الحكائي. في هذه المرحلة كما أسرينا تعلمون بأننا حاولنا أن نحدد أهم الأحداث التي يتكون منها المؤلف المسرحي ابن الرومي في مدن الصفيح. هذه الأحداث كما تعلمون معي لا يمكن أن تجسد ولا يمكن أن تترجم على أرض الواقع. طبعا نتحدث عن الواقع المسرحي أو الواقع إن صح التعبير الواقع الورقي. قلت هذه الأحداث تعمل على تجسيدها شخصيات. هذه الشخصيات نسميها بالقوى، القوى الفاعلة. إذا القوى الفاعلة كما قلت لكم هي الشخصيات التي تعمل على تجسيد أحداث المؤلف المسرحي. وطبعا القوى الفاعلة كما درسنا هي تنقسم إلى قوى فاعلة أساسية رئيسية أو وقوى فاعلة ثانوية. قلت كما تعمل على تجسيد الأحداث. ثم في قلت هذه القوى الفاعلة تجسد الأحداث كما تلاحظون. إذا عندنا المثل الحكائي، ثم القوى الفاعلة ممكن أن نسميها الشخصيات، تجسد هذه القوى الفاعلة تجسد الأحداث في فضاء زمكاني محدد. وهذه القوى الفاعلة التي تجسد هذه الأحداث تحيا وضع اجتماعي، يعني يصورها المؤلف المسرحي في حالة هذا المؤلف، أو يصورها السارد بين قوسين صح التعبير الكاتب، يرسم لها حالات اجتماعية قد تكون تعيت وضع اجتماعي مستقر، وضع اجتماعي مهزوز إلى غير ذلك. إذا هي تحيا وضع اجتماعي، وفي إطار الوضع الاجتماعي سنتحدث نحن على موضوعنا الذي هو البعد الاجتماعي. أيضا هذه القوى الفاعلة تتميز بحالات نفسية وبمواقف نفسية وبمواقف من يمكن أن نقول الموقف من الوجود. إذا عندما نتحدث عن الحالات النفسية للشخصيات نتحدث عن البعد النفسي. إذا هذه الخطط ربما تلخص لكم ما سبق التطرق إليه. بقي أن نشير بأن بعد القوى الفاعلة التي تعمل على تجسيد أحداث النص المسرحي، نتحدث عن نسيج النص المسرحي أو نسيج المسرحية. نسيج المسرحية هنا سنشتغل فيه في المنظور إن شاء الله القادم، اللي هو الأسلوب والبنية التحتية عن لغة المسرحية، وأيضا عن الحوار، وأيضا عن الوصف والصراع الدرامي وما إلى غير ذلك. إذا نتابع إن شاء الله. الآن نمر للاشتغال على البعد النفسي. يتعلق الأمر إذا لاحظتم معي عند قراءتنا للرواية، نلاحظ أن النص المسرحي يصور لنا الحالة النفسية للشخصية المركزية.
تعلمون ما بين الشخصية المركزية أو القوة الفاعلة في الأحداث هي شخصية ابن الرومي، ويحول يصور لنا المؤلف المسرحي الحالة النفسية لهذه الشخصية من خلال الاشتغال على محورين: البعد النفسي التشاؤمي، بمعنى آخر أنه يحاول أن يصور لنا الشخصية الرئيسية من في حالة نفسية متشائمة متأزمة، ثم في مرحلة ثانية يصور لنا البعد النفسي العاطفي. وهنا سنلاحظ بأن هذه الشخصية الرئيسية هي يعني تعيش وضعا نفسيا متناقضا. دعونا الآن نشتغل أو نشرح ما المقصود بالبعد النفسي التشاؤمي. إذا عند قراءتنا الرواية نجد أن هذه الشخصية تشعر بالتوتر النفسي، هي على طول الرواية نلاحظ أن هذه الشخصية تشعر بحالة نفسية متأزمة ومتوترة. يمكن أن نتساءل من أين يعني أتى هذا التوتر النفسي لهذه الشخصية، أو ما هي العوامل التي جعلت هذه الشخصية يعني تعيش هذا التوتر النفسي. هذا التوتر النفسي نجده هو يتحقق أو ارتبط بالشخصية نتيجة لحمولة نفسية تاريخية ارتبطت باضطرابات ووساوس. على طول النص المسرحي يحاول المؤلف أن يصور لنا أن هذه الشخصية لها حمولة نفسية تاريخية مرتبطة بما تعيشه وما عاشته من ظروف اجتماعية وسياسية وتاريخية كانت دائما تلقي بظلالها على نفسيتها وتجعلها دائما متشائمة من الواقع، وتجعلها دائما تدخل في حوارات ذاتية أو ما يسمى بالمونولوج، دائما تتذكر ماضيها المتأزم. وقد استطاع الكاتب كما تلاحظون عند تصفحكم لغالبية اللوحات المسرحية للمؤلف المسرحي، قد استطاع الكاتب أن يخلق مناخا نفسيا متوثرا ما بين الشخصيات المسرحية. أيضا هذه الشخصية التي قلنا تعيش وضعا نفسيا متأزما، هذا الوضع النفسي سيجعل علاقتها مع باقي الشخصيات علاقة متوترة. وطبعا الشخصية سنلاحظ أن ابن الرومي دخل في علاقة يعني متوترة مع عريب وجيرانه ودعب الأحدب وعيسى البخيل، طبعا هذو هم جيران ابن الرومي في أشعب المغفل. إذا قلت حيث كانت هذه الشخصية المركزية تكره جيرانها وتنفر من عيوبهم، مما يدل على أن الشخصية تعيش وضعا نفسيا متأزما أنها كانت تتبادل نوعا من الكراهية مع باقي الشخصيات. ثم نمر لنرى هذا التباين أو الانتقال من البعد النفسي التشاؤمي للشخصية إلى البعد النفسي العاطفي. أين يتمثل إذن أو هذا البعد النفسي للشخصية الرئيسية؟ لأن تعلمون بأن لا يمكن أن نشتغل على نفسية كل شخصية، ويتمثل في العلاقة العاطفية ما بين ابن الرومي وعريب. طبعا ابن الرومي وعريب شخصيتان محوريتان في المؤلف المسرحي. قلت هناك علاقة عاطفية تجمع ما بين ابن الرومي وعريب من جهة، وأيضا هناك علاقة عاطفية تجمع ما بينهما هما الاثنين وما بين سكان الحي. من بين المقاطع أو يعني المقاطع السردية الدالة على هذا البعد العاطفي النفسي العاطفي عفوا الذي يجمع ابن الرومي مع شخصية محورية ثانية اللي هي عريب، نجد يقول يعني على لسان ابن الرومي: عريب عيناك بحر الأوقيانوس في أغوارهما ضاع كل ملاح. إذن اللوحة 14 صفحة 74. من خلال هذا المقطع نلاحظ أن هذه الشخصية الشخصية المحورية تدخل في علاقة عاطفية ملؤها الحب والتوادد مع عريب، وهذا ما يؤكد لنا بالفعل بأن في المؤلف المسرحي نجد هناك بعدا نفسيا عاطفيا. أيضا نجد هذا البعد النفسي الذي يتجسد من خلال المحبة وصفاء الروح التي غامرت الشخصية المحورية اللي هي ابن الرومي في نهاية المسرحية نحو جيراني، بمعنى آخر أن الشخصية المحورية لم تدخل في علاقة حب فقط مع عريب الجارية، وإنما أيضا حاولت أن تتبادل يعني هذه العلاقة العاطفية مع باقي الشخصيات. من بين المقاطع يعني الدالة في المسرحية على هذه العلاقة العاطفية التي تجمع الشخصية المحورية بباقي الشخصيات الأخرى، أنه نجد
ابن الرومي يقول في أحد لوحات المسرحية، يقول عيسى، طبعا هو يشير بهذه الأسماء إلى الشخصيات التي تجسد معه باقي الشخصيات على مستوى المسرح، عيسى، دعبل، أشعب، اقتربوا، هذا قلب التعس أنشره عند أقدامكم سجادا وبساطا، اقتربوا. هذا فيه تعبير، هذا المقطع أو هذه اللوحة من لوحات المسرحية فيها تعبير من طرف الشخصية المحورية على العلاقات الحب التي صار يتبادلها مع باقي الشخصيات. نستنتج الآن، إذا درسنا هذا البعد النفسي نستنتج ماذا؟ نجد أن الجانب النفسي والعاطفي في المسرحية مضطرب، يخدم الصراع الدرامي، إذا نوع من الاضطراب، يعني هناك حالة تشاؤم وكره لباقي الشخصيات، حالة من تبادل المحبة مع عريب مع باقي الشخصيات، وهذا التناقض إن صح التعبير أو التباين في الجانب النفسي للشخصية المركزية، وهذا الاضطراب يعطينا دينامية على مستوى أحداث النص المسرحي، وبالتالي يخدم ما يسمى بالصراع الدرامي. تعلمون ما يبان في المسرح، لا يمكن أن نتحدث عن قيمة جمالية للنص المسرحي إلا بتوفر هذا العنصر الذي هو الصراع الدرامي. من آخر، جميع الشخصيات تدخل في حالة صراع ما بين باقي الشخصيات، إذا نجد حالة من الصراع الدرامي. نمر الآن إلى دراسة البعد الاجتماعي. كما قلت لكم في السابق في البداية أن الشخصيات التي تجسد الأحداث لها أوضاع اجتماعية ولها حالات نفسية، حالات اجتماعية متباينة، وبالتالي هذه الحالة الاجتماعية ندرسها ونرصدها من خلال محور يعني البعد الاجتماعي، وسنشتغل فيه من خلال تيمتين أساسيتين. أولهما الاستغلال الاجتماعي، بما آخر في المسرحية هناك يعني سنلاحظ أن يعني تيمة محور الأحداث محور الأحداث كله يتمحور حول الاستغلال الاجتماعي. أين يتمظهر هذا الاستغلال؟ تتمظهر هذه القضية الاجتماعية طبعا اللي هي الاستغلال الاجتماعي من خلال إثارة موضوع مدن الصفيح، لأن الموضوع الرئيسي في النص المسرحي هو مدن الصفيح، حيث واجه سكان الحي المشروع السياحي، رغم تصويره لهم بأنه مشروع سيعود عليهم بالنفع والخير العميم، في حين أن الهدف الحقيقي كان هو هدم أكواخهم وتشريدهم لبناء مشروع سياحي لفائدة غيرهم. طبعا هذا نجده في اللوحة الثالثة الصفحة 16 و 17. إذا لاحظوا معي بأن هذا الصراع الذي نشب ما بين سكان الحي وما بين السلطة المجسدة في المجلس البلدي حول مشروع سياحي كان سيقام، وروج لهم من طرف السلطة على أنه سيعود بالخير والنفع على سكان الحي من أجل أن تنطلي عليهم الحيلة وأن يشيد المشروع، ولكن سكان الحي رفضوا هذا المشروع، وبالتالي تنبهوا إلى هذا الاستغلال الاجتماعي الذي المجحف الذي يعني سيتعرضون له، باعتبار أن السلطة ترغب في إزاحة يعني مدن الصفيح واستثمار المكان الاستراتيجي الذي كانت يعني تقام عليه مدن الصفيح. فإذا هنا في هذه اللحظة سيدخل السكان في لحظة من الصراع مع السلطة، لأن السلطة كانت تود استغلال وضعهم الاجتماعي، يعني الاستيلاء على أرضهم. وطبعا هنا نجد بهذا الأساس هذه التيمة هي أو هذا عفوا هذه التيمة الاجتماعية التي هي الاستغلال الاجتماعي. أيضا يتمظهر كذلك الاستغلال الاجتماعي في الرواية عفوا في المؤلف المسرحي من خلال تعبير الشخصيات المنتمية لصنف المقهورين، طبعا هنا سكان الحي الصفيحي، عن عمق المأساة حيث تحدثت عن ظلم بغداد لأهلها. هنا المؤلف المسرحي تلاحظون بأنه يوظف يعني لغة مجازية، وهو يأتي هنا بهذا اللفظ بغداد يعني اللي يرمز به إلى أحداث يعني أحداث تاريخية إلى غير ذلك.
ايضا يتمظهر البعد الاجتماعي، او اقول من بين التيمات الاجتماعيه. عندما اقول التيمه الاجتماعيه معناها الموضوعه الاجتماعيه، يعني لان المؤلف المسرحي يستهدف يعبر من خلال هذا يعني تطرقه الى هذه الاحداث يعبر عن وضع اجتماعي. قلت من بين التيمات الاجتماعيه التي تطرحها المسرحيه نجد القهر والاستغلال الاجتماعي، نجد القهر والاستغلال الاجتماعي. ارتبط ذلك بالفترة الزمنية التي ظهرت فيها المسرحية أواخر السبعينات، وهي الفترة التي أثيرت فيها قضايا تاريخية واجتماعية. قلت القهر والاستغلال، تعلمون معي بأن المسرحية ألفت في فترة السبعينات، وهذه الفترة يعني عرفت مجموعة من الأحداث التاريخية والسياسية والاجتماعية التي ألقت بظلالها على مجمل أقطار العالم العربي. بالتالي يعني صاحب المؤلف يعني تناول هذا الموضوع من أجل أن يلقي الضوء على هذا الموضوع، اللي هو يعني الصراع ضد السلطة والقهر والاستغلال الاجتماعي الذي كانت يعني تتعرض له فئة من المهمشين والمستضعفين. إذن لدينا يعني موضوعة اجتماعية أخرى تطرح في الرواية، ويسلط عليها المؤلف المسرحي الضوء بشكل كبير. يتعلق الأمر باستغلال المرأة، وربما يمكن أقول بأن من بين أهم القضايا الاجتماعية التي يركز عليها المؤلف في مؤلفه المسرحي نجد هذا الموضوع الذي هو استغلال المرأة. ممكن أن نتساءل، يعني نقول أين يتجسد، يعني من خلال المؤلف المسرحي أين يتجسد استغلال المرأة، سواء من طرف بعض الشخصيات مثل الشخصية المحورية اللي هي ابن الرومي أو باقي الشخصيات. لاحظوا معي بأن عند تصفحنا لمعظم لوحات النص المسرحي نجد بأن معظم النماذج النسائية وفي مقدمتهم شخصية عريب، وهي شخصية محورية. نجد أن معظم هذه النماذج النسائية في المسرحية خاضعة كما تلاحظون معي لسلطة قهرية مزدوجة. يعني هناك سلطة قهرية، هناك يعني التعامل مع المرأة كيعني يعني أداة للترفيه و يعني تلبية الرغبات العاطفية إلى غير ذلك، والتعامل معها كذلك ك يعني كشيء من الأشياء لا قيمة لها. إذا هنا نجد هذا الاستغلال الفاحش أو هذا الاستغلال يعني الحاط من قيمة المرأة. نمر ايضا نجد ان البعد الاجتماعي او المتمثل في تيمة استغلال المرأة يتميز او يتمثل في سلطة السيد مقابل خضوع العبد. على طول الرواية نجد بعض الشخصيات تمثل دور السيد المتحكم في زمام الامور، وبعض الشخصيات الاخرى يعني خاضعة، هي مجرد عبد لا حول ولا قوة لها، هي فقط يجب عليها ان يعني أن تستجيب للأوامر وأن تلبي الطلبات لسيدها دون أن تبدي أي صدود أو أي رفض يناسب يعني مواقفها. ومن بين المواضع في المؤلف التي تثير هذا الموضوع أو هذا التيمة الاجتماعية هي سلطة السيد مقابل خضوع العبد، نجد إطارة نظام الرقيق في التاريخ العربي. على طول المسرحية يذكرنا المؤلف بهذا الموضوع اللي هو إطارة نظام الرقيق. تعلمون معي النظام الرقيق ويعني يجسد بالفعل هذه سلطة السيد مقابل العبد، أن يتحكم السيد في خادمه وأن يتصرف فيه كما يحلو له. أيضا نجد من بين الموضوعات أو من بين الأفكار في المسرحية التي يعني تجسد استغلال المرأة نجد سلطة المال الذي حول جسد المرأة وروحها إلى بضاعة للاستهلاك.
كما قلت لكم أن المرأة في الرواية دائما ما كان يتعامل معها كبضاعة للاستهلاك، وهذه من الأفكار التي لا زالت يعني تثار اليوم، وهي استغلال المرأة والنظر إليها كبضاعة استهلاكية، وقد أثارها المؤلف المسرحي في هذه في هذا في هذه المسرحية. إذن تعامل مع المرأة كروح وكبضاعة للاستهلاك لا قيمة لها. أيضا نجد يعني تيمة اجتماعية أخرى تعكس لنا البعد الاجتماعي، يتعلق الأمر بمساندة القاهر ضد المقهور من أجل الحصول على المال. في الوقت الذي يكون فيه المقهور المظلوم يعني في حاجة ماسة إلى من يسانده، نجد بأن القاهر يتحالف مع الطرف الأقوى أو يعني من أجل الحصول على المال، وهذا يتجسد في مرحلة من مراحل حضور ابن الرومي في النص المسرحي، حيث بدأ مساندا لسلطة المجلس البلدي من أجل الحصول على المال. هذا الفعل الذي قام به ابن الرومي، بحيث أنه في ظل نشوب الصراع مع سكان الحي الصفيحي مع السلطة ورفضهم لقيام المشروع السياحي، نجد بأن هذا الشخصية اللي هي شخصية محورية ابن الرومي سيتحالف مع المجلس البلدي وسيروج لأفكاره في مقابل أن يحصل على قسط من المال. وإذا هذا يعكس لنا مساندة القاهر ضد المقهور من أجل الحصول على المال، وهذا طبعا هذه من بين القضايا الاجتماعية التي لا زالت سارية في مجتمعنا إلى يومنا هذا. ومن هنا تبرز لنا قيمة يعني الأعمال الأدبية سواء المسرح أو الرواية أو القصة، لأنها تثير مثل هذه القضايا الاجتماعية. وهنا يتبدل لنا يعني ارتباط الأدب بالمجتمع، يعني الأدب أو الأديب سواء كان روائي أو مسرحي أو قاص لا يكتب من فراغ، وإنما هو يكتب تحت يعني أو استجابة لطموحات المجتمع وتعبير عن آمال المجتمع وعن يعني أفراحه وأطراحه. وهنا يعني ممكن أن أشير إلى المنهج أو من منهج الاجتماعي الذي هو يعتبر اليوم رائد في الدراسة الأدبية، اعتبر أنه يتناول الأدب من الناحية الاجتماعية، ويعتبر الأديب هو ناطقا رسميا باسم المجتمع. في هذه الحالة يتحول المؤلف المسرحي إلى ناطق رسمي باسم المجتمع.